تبارك الله الإخوان، اللهم بارك. إذا بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام من داخل وخارج الوطن، تحياتي لكم كبيرة إخوان من أرض ولاد سعيد. اليوم فيديو جديد الإخوان، عاد الأخ أمجيد والإخوان ياسين في منطقة ديال ولاد سعيد. اليوم كاين الجديد الإخوان، ما شاء الله اللهم بارك. اليوم الإخوان هي وليداتها إن شاء الله، ياك أمجيد؟ ها؟ هي وليداتها. هاكاك شد أخويا، تبارك الله، اللهم بارك. هذا بوم غيكون ديال لانوك، ها؟ اصيلي دوري، بوم اصيلي دوري. جينا اخوان، شوفوا اخوان الصغيرطات هذه متوم اخويا مجيد، خرفان عندها، خرفان عندها، خرفان. هي امهم هذه اللي كتغوت؟ اه هي اللي كتغوت، ها هي كتغوت امهم الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. كاين مش 10 متومات اخرى، 10 10 تسعود متومات ولاد سعود، اياه ان شاء الله. اييه، اذا تحياتي للمتبعين من داخل وارض خارج ارض الوطن، بقوا معنا الاخوان. اليوم غتشوفوا شي حاجه ما شاء الله، اللهم بارك الاخوان، شي حاجه زايد زايده ان شاء الله. اليوم بولاده، هذاك النهار كانت تعب راسها الاخوان، اليوم ان شاء الله دافع على الميلاد. كاين اللي ولادك هنا، كاين اللي دافع على الميلاد، كاين اللي دافع. تبارك الله، بارك الله. هذا راه هذا يبقى بحال اخويا مجيد، انا شي حاجه ما نتذكرش، يبقى بحال هذا. تبارك الله، اللهم بارك. البو اذا البو كاين، لا لا ما نتذكر، البو 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 غيكون مرشوم ديال لانوك هذا الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. هادو هما الوليدات الاخوان، غادي نتحولوا عند النعجه ان شاء الله، نشوف. تبارك وليدات خارجين الاخوان باش يتلقاو لمواتهم ان شاء الله. سير ودي مرتي، لا بدا متقابله مجيد، ها ياك ما كاين والو، ها داكشي اللي كاين. تما الاخوان سموات هما جايين الاخوان ان شاء الله، بقاو معنا ان شاء الله. اليوم تتشوفوا واحد الخيورات ان شاء الله غادا تجي، اللهم بارك. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك واسي في ذلك. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شو هذا الاخوان دافع مسكين، تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك. لقطات جميلة الإخوان، الساعة اللي كتجي الأم اللي كترجع من المسرح الإخوان كتلقاو لها وليداتها، تبارك الله، كيكون واحد الإحساس، إحساس جميل جدا ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله الإخوان، ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله، وخويا مجيد والخيرات هذه، اللهم بارك، اللهم بارك. تبارك الله،
اللهم بارك. بارك الله. نتسناو الإخوان تورد إن شاء الله وتدخل ولنا معكم عودة إن شاء الله، نعرفوا شحال كاين ديال النعجة إن شاء الله وشحال ديال الوليدات، ونطلبوا من الله الله ييسر الأمور. تبارك الله. تبارك الله ولا ما سمعتيش مع راسك مشي دات راه تسوق وتزيد هادي بدات ترخي اخويا مشي ديك بدات ترخي هادي اخويا تبارك الله طيبان ها اييه كاينين بعض عينات راه شافهم الاخوان في الاول ملي كانوا داخلات قرابات يولدوا ان شاء الله من بعد الاخوان يدخلوا ان شاء الله ولنا عوده لكم ان شاء الله مجددا تشوفينا اخوان عطونا واحد الزيون بارطاجيو جزاكم الله خير اصحاب فيسبوك الله يجزيكم الخير بارطاجيو جزاكم الله خير هي تبارك الله تبارك الله تبارك الله هي شحال من وحده اخويا مجيد واللي ولدت راه قريبه تكون في طراقه فيها مع 35 ولا مع 60 ولا قريبه تكون في طراقه قريبه تكون في طراقه قريبه تكون في طراقه لا صافي الله يعطيك الصحه مجيد الله يعطيك الصحه تبارك الله الاخوان الله يبارك وزيره في السنه خويا مجيد هذيك سداسيه تبارك الله واخا خويا مجيد هذه دافعه هذه دافعه هذه الاخوان هذه الاخوان راه دافعه كاع قربت تبارك الله اييه دافعه تبارك الله عندك تبارك الله الاخوان الله يبارك دافعه اللهم بارك هي خويا مجيد شحال من نعجه 90 نعجه تبارك الله شحال فيها والده خويا مجيد 35 من 36 اللي والده وفيها شي 8 ولا 9 تومات 8 ولا 9 تومات عندهم جوج اش عندهم خويا مجيد خرفان حوليات أربعة خرفان أربعة متومات خرفان كاين أربعة نعجة الإخوان متومات خرفان المهم الإخوان فيها المتومة فيها اللي والدة واحدة مشي ياك 45 في العبورات والحوليات ولا في العبورات والحوليات الإخوان كاين 45 ولد أييه ولكن كيبان ليا غيكونوا الخرفان أكثر من الحوليات خرفان أكثر من الحوليات الإخوان وما تبقى خويا مشيت كلها دافعة لا ما كلشي قدام وحده هاي كلها ما تبقى الاخوان راه كلها راه دافعه الاخوان وكاينه اللي قربت تولد كاع هاي الاخوان راه كاينه اللي قربت تولد الاخوان تبارك الله كلها اي شنو دير اخوان مشي دايما كارانتي ما كاين سمعه كارانتي وحده كاع ما قدرش دير صافي الله يعطيك النعجه اللي والده راه قريبه تكون نصوعه انت هي اللي والده طرقت اللي والده الاخوان راها طرقت تبارك الله هي راه 90 نعجه الاخوان ما شاء الله اللهم بارك على الاخوان الاخ مجيد الاخ ياسين الاخوان
تبارك الله ما شاء الله راكم سمعتوا الاخوان شحال هي والده وما تبقى الاخوان راها دافعه على ميلاد الاخوان النعجه مليحه الاخوان هذه الشيره الجديده الاخوان هذيك الاولى اللي صورنا ذاك النهار تبعت الله يسهل على مواليها هذه نعجه اخرى جديده الاخوان تبارك الله الله يبارك تبارك الله هي السن ديال اخويا مشينا اش دايره شي 15 ولا كاينه شي 15 لتنيه ما تبقى الرباعيه السداسيه والجامعه الجامعه جموع صغير الاخوان راه كاينه جموع صغير ما كاينش جموع كبير جموع كبير عاش الله الله شي حاجه اللهم بارك اللهم بارك اخويا ما شاء الله نعجات نعجات الله يبارك اسال حي راه شافوا الاخوان واحد اللقطه جات من راه جات من الخلال الاخوان راه السيد اللي معاه سارح راكم شفتوه تبارك الله الله يبارك هي اخويا مشيت 90 نعجه كاينه فيها الثنيه الرباعيه السداسيه الجامعه كاينه 35 اللي والده 35 اللي وحده والده والده قلنا شحال من شحال كاينه ديال الاولاد 45 ولكن محسن ما عرفتيش الحوليات من الخرفان لا ما غيكونوا الخرفان اكثر من الحوليات اكثر من الحوليات تبارك الله العدد ديال الخرفان اكثر من الحوليات اي تبارك الله اللهم بارك واخا خويا مجيد بغا شي واحد وغيحسب لي خرفان الحوليات ما كاين حتى مو كما سمعتوا الاخوان ديك الساعه اللي تواصل مع الاخ مجيد الاخوان راه يحسب لي شحال من خروف وشحال من حوليه راكم عرفتوا الاخوان باش غيحسب وخاص كيبغي شويه العوين هذا الشيء كيبغي شويه العوين اربعه الناس ولا هذا الشيء كالي شي يحبس شي هذا تبارك الله على خويا مشيد كنتولعوا معاك بهذا البليح حنا كنتولعوا معاك عاد كنولعوا معنا المتتبعين تبارك الله واخا خويا مشيد عاطين فيها شي حاجه هاد الخير هادي لا مازال ما عاطينك والو ماشي لا بغيت نولها في الدفعه اي ولا عيطوا لك شي بعض الحباب اليوم ها كتبت شي واحد مرحبا به الا كتبت حنا جايين الى غدا نوتصم نوتصم الا كتبت شي حبيب المهم الاخوان اللي بغى الاخوان واحد متبع عندي انا مواد صمت اللي بغى يجي يشوف اياه غدا يجي يشوف ندير معك غدا اياه المهم الاخوان غنخليو النمره ديال الاخ مشيد عبر الشاشه اللي بغى الاخوان يتواصل معاه الله يسر الامور خويا مشيد غتكون عندك شي حاجه اخرى من غيرها ان شاء الله اي ان شاء الله باذن الله تبارك الله الله يبارك الاخوان اي انا الاخوان لا ما شاء الله راه شافوا الاخوان ملي كانت ملي دخلات من السرح من اللي راه اللهم بارك الاخوان النعجه ما شاء الله ما شاء الله الاخوان اي تبارك الله اي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه خويا مجيد الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه ما نعاودو كلام ما نعاودو هضره كما سمعتوا الاخوان راه كاينه اللي والده الاخوان راه تركت على ولادها تبارك الله تبارك الله شد 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 هذيك خويا مجيد هذيك تبارك الله عندك تبارك الله الاخوان اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله واش مطبوعه خويا مجيد هذه الله يبارك ها بلاتي شوف بلاتي شوف بلاتي بلاتي انوك مطبوعه خويا مطبوعه والله شكيت في هذاك الشيء انا كنت جيت نقلب فيها مطبوعه انا راه شفت من اللي جاوني الرشمات اللي في وجهها والصبابط اللي عندها في رجليها راه ديال النعجه ديال لانوك اللهم بارك تبارك الله تبارك الله سيري اخوتي سيري تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الاخوان تبارك الله ما كتسخاش الاخوان تحيد الكاميرا على الجمال اللهم بارك تبارك الله لا المليح اخويا مجيد الله يعطيك الصحه ما نعاودو كلام الحباب الاخوان راه كيتفرجوا راهم عارفين حتى هما الله يعطيك الصحه ما نعاودو هضره واخا اخويا مجيد اللي غيتواصل معاك ان شاء الله مرحبا قول الاخوان النمره 07 07 07 01 01 09 69 68 دابا هذه ان شاء الله عيط لك شي حبيب اليوم المهم اللي مكتبه ليه غادي توصلوا سير الله يسخر خويا مشيت تبارك الله عليك تحية تبارك الله عليك الله يسر لك الله يسر لك امور الله يسر تبارك الله خويا مشيت تبارك الله عليك الله